المناخ العام بيلقي بظلاله على كل يعني حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية المناخ العام والمفتاح الأفق العام، بكل تأكيد هو الزاد الوحيد لأي إبداع. من غير حرية يعني ليس لها سقف كمان، لا تستطيع أن تطمح إلى إبداع عظيم. فكلما المجتمعات انغلقت كلما الإبداع انحصر، وحصل إنه ولو حصل بقى بعد كده إن حصل فيه فيلم أو رواية أو عمل فني عظيم، بتبقى استثناء وفلتة كده فلتت من هذه الظروف. لكن الـ الإبداع بيعيش على الحرية، التألق والتميز بالذات في مناحي الإبداع المختلفة، سواء شعرا أو رواية أو فنا، بيلزمها حريات، بيلزمها جو منفتح تماما، مش بس على مستوى، على فكرة مش على مستوى السلطة، على مستوى حتى المناخ العام في المجتمع. ساعات المناخ العام في المجتمع بيبقى مقيد هو الآخر. جنوح الناس في المجتمعات للمحافظة مثلا بيبقى زي السلطة كده على يد الكاتب، بتخوفه وترهبه. ودلوقتي في عصر السوشيال ميديا بقى سلطة المجتمع وسلطة النقد المفتوح اللي موجود على السوشيال ميديا أحد السلطات اللي بتصور إنها بتعمل هاجس بالنسبة لأي مبدع عندما يكتب أو عندما يخرج أو عندما يصنع أي عمل. بكل تأكيد المناخ العام في مصر في تقييد للحريات، في يعني دي مش محتاجة شهادة مني، بدليل إن في حاجة اسمها الحوار الوطني دعا عليه الرئيس لفتح المجال العام. إذا كان هناك غلق للمجال العام واستلزم دعوة للحوار الوطني عشان ينفتح المجال العام. لا مناص عن الحوار. يعني الحوار في النهاية حالة حضارية، وإنه الحوار الدائر الآن أنا بتمنى إنه يسفر عنه فتح المجال العام، حركة الأحزاب والتعددية الحزبية تبقى بجد حقيقية على الأرض، الناس تتنافس على الأرض على برامج أحزاب وعلى رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية. لو حصل ده أكيد المجتمع كله بيكسب. الانغلاق عمره ما كسب مجتمع، عمر ما كان فيه انغلاق تام خلى المجتمع يقفز قفزات كده. الأمل بعد الحوار الوطني إنه يبقى فيه انصات لوجهة النظر الأخرى، وتبقى فيه قواسم مشتركة تجمعنا جميعا، سلطة ومعارضة، في تقديم الحلول والبدائل. ده أملي. الأحزاب السياسية طبعا في مصر بلا أدنى شك تستطيع أنها تقول أنها غير فاعلة، لأنها يعني اتكسرت إيدين ورجلين. يعني أنت بتتكلم على أحزاب حاولت أن تدخل حتى معارك انتخابية فنكل بأعضائها. فيعني إن أنت تقدر تعمل مؤتمر جماهيري لحزب ما تقدرش. فيعني حالة التواصل بينك وبين الجماهير كأحزاب مش موجودة، وبالتالي الأحزاب بتعاني هي كمان من أزمة. يعني لما حتى تنفتح الآفاق وتبقى المناخ صحي ويبقى ده كله متاح، ستجد الأحزاب نفسها محتاجة وقت عشان تبني كوادرها من جديد وتشتبك مع الشارع وتبقى متفاعلة مع الناس. ولازم يبقى في يقين عام عند الناس إن العمل الحزبي مش هيدخله السجن، عشان يبقى فيه في النهاية حياة سياسية وتعددية. يعني عندما تصل القناعة دي عند الناس، يبقى عندك أمل في إنه التعددية الحزبية هتسفر عن حيوية، والحيوية هتسفر عن حلول مختلفة ورؤى مغايرة للي موجود، والرؤى دي تتقاطع وتتماس وتتفاعل مع رؤى السلطة، ويمكن ينتج عنها حلول تالتة أحسن من سواء حل المعارضة أو حل السلطة. ده بيبقى المناخ الصحي اللي احنا بنرجوه.